الانذار. نشوف الحالة اللي بعدها. نشوف الحالة اللي بعدها. قرار الحكم حتى بإيقاف اللعب. نشوف الحالة اللي بعدها. قرار الحكم بإيقاف اللعب وسماحه باستمرار اللعب وثم العودة عن القرار في حالة وضعية هجوم لفريق الوصل. طبعا واضح جدا الحكم من القرار الأول أن هناك اقتنع بأن لا يوجد مخالفة أصلا في سقوط اللاعب الإمارات، وحتى لو كان السقوط فيه خطأ الاعتبار لكن لا توجد هناك أيضا مخالفة بالحجم الخطير لتدعي تدخل من الحكم بإيقاف اللعب. إذا كان بادر أحد الفريقين بإخراج الكرة خارج الملعب هذه روح رياضية نحييها في أي فريق يبادر بهذا الاتجاه، ولكن كان ما يجب على الحكم التدخل في إيقاف اللعب لهجمة لصالح فريق بهذه الطريقة من حالة مثل ما شاهدناها قدرها هو أصلا في البداية بأن لا توجد هناك أصلا مخالفة، وبالتالي أنا صورت تدخل الحكم بإيقاف اللعب ما كان موفق في هذا القرار. وشاهدنا في الشوط الأول أصلا في الدقيقة 38 كان في أيضا تدخل أيضا من الحكم على حالة مشابهة، فإذا أنا في رأيي يجب على الحكم أن يصحح مفهومه في هذا الجانب. نشوف الحالة اللي بعدها. نشوف الحالة اللي بعدها، في هناك أيضا انذار وتدخل قوي أيضا من لاعب الوصل على قدم لاعب الإمارات، وصور أيضا انذار مستحق على لاعب الوصل. تقريبا الشوط الأول من الشوط الثاني في مباراة الوصل الإمارات تصور شهد هذه الحالات بصفة عامة. نصور الحكم بصفة عامة أدار مباراة جيدة، الفريقين عيد تتعاونوا على الرغم من سخونة المباراة في الملعب إلا أن كانت ما كان هناك في حالات تحكيميه